فترة قائمة على إيجاد يعني مجموعة من العروض والمحلات والألعاب الترفيهية، ألعاب الكرنفال والألعاب الملاهي في مكان واحد، بحيث يكون كل أفراد العائلة مستهدفين في ذات المكان. الهدف الأساسي هو أنه نصنع ذكريات لأبنائنا، لعوائلنا السعودية في بلدنا. الشيء اللي نفخر فيه أنه كل العارضين المشاركين معنا بنسبة 100% سعوديين. المعرض بالكامل، المهرجان بالكامل يدار بأيدي سعودية، من تشغيل إلى تنظيم، كله سعودي. حبينا نشارك ونضيف لها الجانب الفني، وفرنا اللي هو المعرض الفني المشارك. شاركنا بأكثر من 50 عمل فني بأعمال شباب سعوديين وشابات سعوديات، وشاركنا برضو من جانب الوركشوبز، وفرنا أكثر من 50 ورشة عمل للأطفال في الرسم بأنواعه وأكثر من فكرة. عينك على العالم.